بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ورأى الله سبحانه وتعالى تغنى ماما وصلي فاري محمد كما صلى الله عليه وسلم. أدي أدنكون واري صحابا وأرسي سكر سكين دوي كلنا ما على خياما قوتا ومتن الأجرومية وطاق تمنو في اللندن لنكي وسجن من المصنف رحمه الله تعالى دم بأجر إعراب حقيقا كنودا عريخنا أتخنون كنودا أنون كنودا كنغني النعطي أغتي وأقسامه أربعة، أي أقسام الإعراب إعراب تغنون ما نون أربعة نعطوان أفنى من رفع ونصب وخفض وجزم كون نعطي كون إعراب أنا فهم إعراب نمل كواي خبري يكون دعنة إعراب نما نعكن كني حسية في كوفي عن كنغوني ساسا أنا ماني ولا أكتني كيتني دعامل لجرم كم مني أكتني كن رفعني أكتني كن خفضني كن جزم وكن نصب لابد منا تعمان جاوري باون كيغني ما نعكن كني كنغني مصلف رحمه الله تعالى أتودعنا لينكي أدرسونا وتنقبي أتي باب معرفة علامات الإعراب، أي هذا باب خوغ دنج مغنب لمبتدأ خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف أو منصوب باب منصوب لفعل محذوف أو مجرور باب لحرف جر محذوف يعني شاذ للبصريين كوفي غانكم بانغي هونتي يكون مغا حرف جر لاوا بلون كان خبرا قول لنا توقينو. المهم اتي باب معرفة علامات الإعراب، اتي للرفع أربع علامات. ساسا احاكو نودانا كو إعراب كي أفاسو ما أنو نكون نغاتي سو إتاقو من جنغن كي بي أنغنا ورطا نغاتي نكين ناسبو نكين رفع نكين خفض أرجوب رفع نغا اتي للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أتف أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وناسجير إن شاء الله وغناكتي هن بينا نقوم. أتي للرفع هذا خبر لمبتدأ لمبتدأ مؤخر، أي للرفع كلمة خبر يعني المقدم. أم مبتدأ كان أربع علامات للرفع. أنا فهم أتي للرفع أو رفع دنعا أكيم بيجني إعراب نونين دبانا بي أوادنا أربع علامات تاغمانشو نغتيا. علامات جمو علامة، علامة أني يعني جمو ني أمفرد مني علامة أني لغة نغني تاغمانشا أي الأمارة. قبر النحو نقوم بانغي إغناتي يعني علامة إنود مني إي إصطلاحون دي كني ما يلزم من وجوده وجود المعلم ولا يلزم من عدمه عدم المعلم. كاني علامة نغرا كون ندانغي مغنبي تطرد ولا تنعكس. انو ادو حدو نغيو بكمي وركين حدو نغ يطرد وينعكس. اندور حدو نغ انا هنجو كبمي كانت جامع مانع. خبر علامة هذا ركوم غمبير نحو نقوم بانه يكون إصطلاحون ده علامة عن كيف يتعامل معه، يعني ما يلزم كيف قال لجم من وجوده أكتر دينه وجود المعلم أغنى عن كيف يتعامل معه كين قكتر دينه لجم تنين أنا نتعامل معه غير نقص أغنى عن كيف يتعامل معه عن كينغري. أتي ولا يلزم خبر أن تلجم من عدمه أكتر إمبلاغون عدم المعلم أغنى عن كبر التعومان شيء ننتكين قن تكتري أم دفهم كيني لا يعني لا تنعكس.
misale misalunga anon dino danga ono ku kono kuni kunna fan to khor khoro nyane fanni gebe hari haqlenga dunaru tubaru ngongo kun musannifu rahimahullah babu dangin tonga ismunga arata guman chun kono da alama ati ton ta guman chego ni mania alif wal lam al kede ko iketa aha awke يعني استلاحه ما يلزم من وجوده وجود المعلم ولا يلزم من عدمه عدم المعلم كده كيوغنا ألنغر نقصو أو تغن الله خبرورا أو تغن الله أنت ألنغ الله ديغامي كيمة أحيكيا المهم أتي للرفع أو أغتي للرفع أو رفع عندنا أربع علامات تاغمانشو نغتي أتي الضمة أي أفو فنان نمانيا أفو فنان نمانيا تاغمان تفانا أنغانا كنغر نقصو أننتي رفع نياني قلنا نغارا غري تيقوني إن شاء الله هو أفسفسن هنا غافا منو مغنب ضمان جوه قبر دم بي قلنا نغانا غري تي باونو غانت حيسو ساسا حيسو ضمان يهي قبر قلنا نغانا مرتي أني ماني ضمان ضم بناء أفتي ضمتو الإعراب ضمان أفو فنان نماني ضمان تاغمانچاني رفعون دانا اهلان نماني واو تاغمانچاني رفعون دانا اشكان نماني الف تاغمانچاني رفعون دانا اتي والنون ارو نونو رفعون كتاغمانچو نغتي كواني اجوبتي ضم باوني اين اصلين اين لسلين رفعون تاغمانچون بسرغان كومباني ضم كي مان رفع كي دوباني خبري كوندانا قوغركو اعراب نمانا كانكني ضم كنا أتاغو منشيني المهم أنا كنت أنا سيجندو نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى أتاغو منشين بفان من ضم أريتي فنغمني لأنها هي الأصل آيني لسلين واوندو نونوندو عرفنا كن لنمانيا نيابة عنها إنا أبتن يوتو أغاما كتيرون النقوبة قو مديرنا مدرسنا دركترنا إكولنا أغانتونو ما آدي جوينغا هالي مغنبي أو ضمان أغانتونو ما واو ناباتنغوتو ماغا أليفو ماغا نونو غوغار ناتو مغنبي كيني آيني لسلو نسيكو كبيغار أباتنغو كوني مانيا فارعو نوني كنغو نياني إفتي لسليا كيني أغار جوباتي ضم أتي ضمتو أرتاو اللي وياغن فتاو مربوطة كبهينونا باولي لسلي نغا يغانتي ضم بيغارني رفع مباتني إعرابونا تاو لونا كيني خبرياتي الضم ناتو تاو كنتي كني ضم البناء كيان لسلينا خبري نحاتنا يوي فتمي نقول تاو لغا يوكرنا سيغران يوكرني فواني يعني للتوسع وفيه التسامح ان كم انا ور نقول ان ما سريجل جيتي خبر لسلين من يغاتي الضم ما التاء كنياني ضم الإعراب يغانتي ضم تاو كيغانتي تاو مربوطة كيغانتي كني ضم البناء ساسا أتي ضم نياني أفو فنان ساسا ونو تونو كم مغو ضم اللونو كني خي أغا رفع انتاغورا أغا أدن جرانوتو أغناوري ضم انا انيارا تاغو مانجي ميني رفع اندانا رفع بيغني اعرابنا ساسا مونا كينياتو اوغنا دم نغر نقصو اوغاتيني رفع نيانيرا اونو تونو ميني مونا اها مو موسري كيني افتي نقونچو كوندونا كيني مؤلف رحمه الله تعالى عمرنا فسفسو دانا انغنا دم نغر كي نقوا ما غانغنا ركي كلمي انغنا اعراب لوني ان دم نغ عمرنا فتام بانچودا كان نقنا غانيانا مؤلف رحمه الله تعالى فاما ضمته ان تدمنا اما دمنا فتكون او نانا علامه تاغمانجي للرفع رفع دنا في اربعه مواضع دينغيرن نقتي باستقراء وتتبع دينغيرن نقتي ضم اريني رفعنا تاغمانجي ارينا دنا تاغمانجي نقنو نقتي فوفنا نكنيا أتي في الاسم المفرد تغبانين في اللان نكنيا وجمع التكسير أرى جمع التكسير جمع كبه أو أغيل لبكا أمفرد نسوران كم أورن إن شاء الله أتي وجمع المؤنس السالم أرى يخراغ جمع
كني سكاندينا أتي دينغرانو نعتاني نعتاني نكاني أتي والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء على فعل المضارع إبه فوفو جما توكي ما فوفو جما سوني لماغو على غرين دم نيانا تاغو منجي رفع عندما كنو نقطيا ساسونا دغ شرحهم اغاتي في الاسم المفرد دم نيانا تاغو منجي رفع عندما نونغا كودو ناتو مثال نسانغاتي جاء زيد جاء ونت فعل ماضي مبني على الفتح زيد هايره اسم المفرد يعني بان يعني انا دو زيد تو بان فاعل يعني فاعل قا يقتدي يعني فاعل من نيره رفع يعني مرفوع ونتي ورفعه ونتي زيد فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره على اخره كينوتي جاء زيد امر دم مغري الغرينو قالت هند قالت فعل ماضي مبني على الفتح هند فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة على آخره كوسم اسم المفرد مني إلى جرّم ضمة بقرية ساسا خبر عقتو دعنا اسم المفرد مونا توا اسم المفرد أني مني كودونا كتكيتنا كم أغنى ورنقصو أنا ضمة لا لجرّم سواء كان ظاهرا أو مقدرا أغنانا نقبون ننتو أغنانا مذكرا أو مؤنثا منين اسم المفرد مونا كنتوا باني اسم المفرد يعني أدبنا إطلاقات ندنتن توادم أماري فن ندنتن توارو نيغنو مثلا مناطق نساسا منطق توانو يكونات اسم المفرد هاميغو أنا دنغن إي إصطلاحونا ما نيغو أنا دنغا أرو نحاونغو منقلن تبان أنا فهم نحاونغو من يميغات اسم المفرد أنت درين أن أفهم مغبانك أن هاينا إن كم بابوا أنت فهم نحاونغو من بانغي ساسا يغانت اسم المفرد يغاني باب الإضافة ما نيغو أني يغانت اسم المفرد في باب المبتدأ والخبر ما نيغو أني أرو مضاف باب إمال انتبانا يغانت اسم المفرد وهي باب بيركين باب الإعراب ما نيغو أني أرو مضاف مقلن تبانا أرو مبتدأ والخبر باب تبانا كيني مونا استلاحات أني هامو تواغو سوغاري إذا أطلقوا يعني كلمة ما مونا هاموا لفظا ما يغانت سفيسو يغانا لا وراكم يغاناكو مونا توا أوريني كم مغمانيا فقهاون من كيكو أوريني متكلمين من كيكو أوريني مغمانيا مهم جدا يا إخواني والله أنا هامو أوان نفنا مغسري أن نفهم أعود أن يمحاري توان نقايم مدورون استلاحاتنا مثال لساسا متقدمين إي استلاحاتنا أد متأخرين انتبان توان بنقصون قدان إغناء هو يقوكو إغناء تكراحة يعني يكون أنت أكره هذا مكروه وريجوا عليه أننا هاي أدم متأخرين أنو متوان لجروما إذا استلاحاتنا بدبر يكون هذا مكروه بإنتبان من كنت أما الإمام أحمد كان أنت مكروه ساس يا أحمد يعني أبو حنيفة كان أنت أكره هذا إمام مالك كان أنت أكره هذا يا لأن أصوليين أنو كذا مكروه نكبيا أنا ما كم بقومي أنا لسه من المقصرين توانا يقول أوت نساسا هي يقول أنتي إجماع، أكيد إجماع وأن هاي أنا دمانيا، يا لأن دو فقهاء ونونا ما أصولين ونونا إجماع ونيا كبا هاي دو كنيا با ما غا أن الإصلاح ويقول أنا ما إصلاح خاص، أنا ما كنتو أنا لسه من المغسري أن إصلاح وأن أفهمه تشرتنا خلنا، توانا يقولون نساسا أنتي إجماع يهاي دمانيا جمهور ونونا كبا كو توانا مبانكنا كبا كو يكون دو كنيا إجماع. أنا فهم. كأني فني سجادي إصطلاح خاص نيمها، وقت سجادي إصطلاح خاص نيمها، أو توان سجادي إصطلاح نيمها. كأني أنا ما كنت توان بديعمين بامنو، أنا رجع خارلمان تندي. أما ابن تيمية كان كي كوان دمانيه. كأني توان يكون تماني. أنا ما كنتنا ابن تيمية ديعمين يكونو هامو ابن القيم كتابون قرا. أوان بامنيه مغسين. بان ابن تيمية طيب الله سراه.
توان بغني ما شاء الله هو جامع عن اب سربان قبر يعني جامع يعني تيم توان جون او قلت توان جوا فهمتن اماري ابن تيمية راورني ديغام هون كم مهن اكن تفان ديني تمانيا ساسا مثال يعني كي تتوانو قلبيني امان انكن قرلم وكو قرلم دو منو غنار تو هام انا هام خطاون كم انا ارين كتاب annan katina ibn taymiya kitabun pam akhar lam qore kingan ibn al-qayyim a kitabun pam anga istilahat ken istitradan masala digame tanan kati umma hadirna lo oga jarabiti dimma be sasa na burango mo gono kitabun ko bona mo gono la mono to anun daga kilentu fanni sugadi almuhim ismul mufrad yare monatu oga na wori oga kitini akamma nanti كاني اسم المفرد انا لغرين ضمنا ضمك رانا ظاهرا ابانتي رانا مقدرا اي قدرنت اني منيا انا غنينا انما الاعمال بالنيات اراونا ايغوي مذكر مثلا زيد خالد اراونا مؤنث هند فاطمه خديجه عائشه كودي منو اوغناوي ساس اسم المفرد وكو هاي باب بيدير كني من باب الاعراب باب يعني اسم المفرد نحو غو غنا كو ينلو منيا ino do kan kalimai yani taarifu ni gono isum bana qabr kebe khullengani oni hay ismul mufrad fi bab al i'rab a taarifu ni man ma haddu ni man ma dar bi tuwanati ma laysa musanna ono kusafana ma laysa musanna na safa kun qafina tanga kharle makenyan cirtan ma laysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima ولا من الاسماء السته كيوغلي حد مضابط بوسيرسرين بالتفصيل فنقتي ما دل على واحد او واحده وليس من الاسماء السته يسوني مغبان خبري يعني كينوتي اصطلاحات مشاه يعني انت ما كنت روا فوريانا بانغاندي فونا انا ديفوندي نعم اصطلاحنا ادي بينارو فامينغا كتن كينيا سيرين خبر تانو خاودي ما يعني قيود نيغونو نا كنا ليا اما يعني ادخال واخراج مونا كون كتا انغون فوفاناكي اوناكي مفسري اسم مفرد نان كيبي كباب ديري هو ما ليس مسنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء السته اغتي ما ليس مسنى هو اي الذي كبي لفظ بما كلمه به ليس مسنى اغتي مسنى نمني هلو خرج به مثل زيدان مؤمنان مسلمان كوبغدي فوفغني هلواي اور كوبغدي كنت اعرابنتي ضمي كو اعرابنتي الف قو غارني مغمب ان شاء الله تعالى ما غاريو غامي لسمان دي اغتي غادي اتي غادي ولا مجموعه افتي جمعه خرج به مثل زيدون مؤمنون مسلمون كو غا اعراب تنانتي ضمي انانا منيا واو قو غارني مغمب ان شاء الله تعالى بان كن جمعوني اتي ولا ملحقا بهما afitiha kubenu igari legendi igari kafu jamu ndo musannanga finu wononga manandi musannanya nana hinu hilla koyni funu wononga manandi jamu nyana nana hinu ngebenya koyni qabri nahangum igati dikebena musanna igari ti taarifu be migari ti dhabitu be kunta kiteni nokondi qabri qosi kafai kunduta kuro nandaga anafa amisale ni manisa angati كلتا هاي تسا ما نندي مسنن يعني قبري نحوهم اصطلاح نغندي مسنف قبر اذا كفاي كنو غدا باني غا كيبي نانا مسنن غارن دي تعريف بي انت كيتن كي نغندي قبر اذا كفاي كنو غدا انا فهم كلتا ارو اثنتان كلا كوسني من ملحقات لل مسنن ارو جمع ملحقات من خمسة 20 30 40 50 كغان ملحقات نانغفو جمع قبر ايمانا ني جمع ني جمعني
قبر جمع تعريف أضابط كوبي إي استلاحات نغني نحن قوم بانه أنغن إشرونا هاي أندد أنت كتنا دي قبر دي كفاي نا إعراب دا باتنغو كنو إشرونا عرفوا نعنا مني واو إشرينا يعني كسرون دو فتحة نعنا مني نصبون دو جر نعنا مني يا خوغار نمغم إن شاء الله تعالى أتي وليس أتي ولا يعني وليس من الأسماء الستة النوري اسم المفرد من منيا هم بقفتي مسنّي أفتي جمع أفتي هم بيجري يكفو ما يجري لجندي جمع عندهم مسنّنا أرو قدي أفتي من الأسماء الستة تغنون عنا يدي كفو ممي تمو فونونا يا نيرو كتاب قوي أوعى كريم إن شاء الله تعالى وانترني تنتقوا عن غني فنو له هو كهونو له بعدي كرقو تمو نيرو المهم وليس من الأسماء الستة أفتي أسماء الستة غير أسماء الستة كتغنو إجات تغنو تميري نحن قوم يا إصطلاح حيك تغنو يقولون إنه إدي كفن مي كيتي يقوى إدوران دان أنت تغنو كتندان خوغارنا بابون كان تغنو نكوا أخوك أبوك حموك وفوك وزو زو مال وحنوك أو كوكونو كوني مفرد ني لفظا ومعنى أخوك أن أخي بانان أبوك أم بابا بانان قبري مانا دي بانان لفظ دي بانان قبري هي ور رو إيرو مفرد كتنغا يكون دا إعراب نوتي ضمي رفع إعراب نوتي واو ني قوغار ني خاي دوران مغمي ساسا كي إيرو كوخا دوران بغد ساسا كيني ساسا رحامو اسم المفرد نغني كي بي إعراب باب نغني أني منيا ما ليس بمسنة أي الذي هم بكفتي مسنة في اللو أفتي ولا مجموعة أفتي جمع غاي ولا ملحقا بهما أفتي غير هم من اللغن دي جمع دو مسنة أفتي غير من الأسماء الستة كن غني أبوك أخوك هموك وفوك ذو مال وحنوك هنوك كوفة ساسورة اسم المفرد غن كيبي زيد خالد محمد هند فاتمة عائشة أو فتى يعني قاضي كوني مسلم مؤمن كواني اسم المفرد تقو باني اور حام كي بغن ساسا اوغرا توكيتا اوغنا ور نقصو او كيتنا كمننتي ضمنن ان فهم كين مؤلف غتي رحمه الله تعالى فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربع مواضع في الاسم المفرد تقو باني اور اسم المفرد تاغني كيبي الحمد لله وانا مثال انكو ساسا اناتي خرج خالد والفتى والقاضي خرج فعل ماضي مبني على الفتح خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وياخن بي ضمنا على قرونا لماذا لانه اسم المفرد ظاهرة ابان انت مني اقبانجنا لان اخره صحيح حرف صحيح حرف بهاينا حرف سهن يعني حرف العلة في معنى واو في ياء في الف في والفتى واو العطف فتى معطوف على خالد وخالد مرفوع ومعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة فتى ضمة مقدرة على الألف لأنها اسم مقصور أرنتبن منع من ظهورها التعذر والقاضي واو العطف وانا عطف قادي وانا عطف كان كما الصحيح وانا عطف فوفا فانا كي كما كين من خالد وانت يعني وانت عطف فتى كما وانا عطف يعني منيا على خالد وانا واو العطف قاضي معطوف على خالد وخالد فاعل مرفوع ومعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مطرفه ضمة مقدرة على آخره ساسودة كوني اسم المفرد ني اورا افو كتا ظاهرا كان خالد اورا كتا مقدرا اي قدرن دونا اتانغنو يمنديتا نانغني كن فتا ادو قادي باوري لغرون بتي حرف سانتي لغرون ني ياوما ادو الف ما كنا ايغوما ارا غنان اي خري مانقاي كيتي بان كاني كينوتي جاءت هند وحبلة
جاءت فعل ماضي مبني على الفتح. هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة فاعل ضمة ظاهرة على آخره. واو واو العطف حبلى معطوف على هند، وهند مرفوع ومعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. ساسورة يعني يهرعون تهون كتاب اسم المفرد يعني كنغني هند أد حبلى أد حبلى أو أدوري ظاهرا hindu kamma baani alegrani dalini harfu sahande yani adoru hubla odore alegrani mani harfu illa yani amakatina mbange. Qalat aisha umm almu'minin radiyallahu anha qalat unatqala fi'l maadi mabni ala alfath. Aisha radiyallahu anha aisha fa'il marfu' wa lam tarfu dhammatun zahiratu ala akhiri. Kani qalat fatima jalasa aisha asule garunyana mania damma bani ismu mufrad nyani alhamdulillah wada ismu mufrad untu ogana warno kusu ona kita kama nanti ale garunyana mania damma arawnyana zahiran arawnyana muqaddara sawan kana muzakkaran au muannasa alhamdulillah. Sasa muallif rahimahullah sigira fanani mani damma nganyan rafu ndanga tagumanchei أتي في اسم المفرد وركنته في اللنين مني أتي وجمع التكسير أرو جمع التكسير أو يعني كين قدانني تاغو منجي مني جمع التكسير نا ساسا مونا أكين قطير كودو أنا كتنا أغنى ورنقصو أغا كتني أكم كين دي ساسا أنا جمع التكسير نا مونا خطو كودو أغنى ورنقوب أنا كيتا كم مننتي أغنى ورنفعون دينجرا بي onta kitina kamanandona waunya mona alifunya mona nunu dabari ona maninya na kita kamananti damma baone ati dingirano nakati damma nyana rafu ndangan tagumanche afanati ismul mufrad afilandi ati jamu taksir kendi keta mona tukibgani jamu taksir ngakudo gana woryoga kitina kamamgo qawluhu jamu taksir agati jamu taksir hada ibarat hadhihi ibarat yani lilmutaakhirin ممار متأخرين يكوننا أخلينا لجمع التكسير متقدمين عبارات المتقدمين يكون تري من جمع المكسر يكون تري جمع المكسر إذن أسوني أنا هاي تيسوي لنكاتي مغبانة كيف في درانكم إن شاء الله. جمع التكسير ما جمع مكسر قم مصنف دي جمع التكسير أنا ذلك تكسير بالسين مكسر بالسين ليس بالثاء أو أضع بتونا ما حدونا إتين مني أنا كوسفنا غادي كونون عتو ما تغير عن بناء مفرده أماري كياني أو فون دفتنكو فونتي يعني هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده. المهم أنا تجمع التكسير عن مني ما تغير عن بناء مفرده عن كينيا ساسونا هاي مراوا كي تعريف ورا هن شرح أنغون أغتي ما تغير ما اسم موصول هاي أي الذي تغير هم بي أي جمع الذي جمع بي تغير جمع بي أغيل أمار إغتايل عن بناء مفرده أمفردنا اسم مفرد نكبه او سيل كاني غتي مكسر تكسير كسر كاني اغتي ولم يبقى يعني تغير ولم يبقى على اصله في مفرده ام مفرد نكبه ام تركندون او غير جمع نتا غير جمع او سيل. مثال لساسا جمع مذكر سالم اكن افت مكسر يا باني اكن كسي. مثال دونت مسلم أجمعون لمنيا مفردون يهيك أجمعون لمنيا أنت مسلمون مسلمين مسلم فوفما إلا نغندي أرى واو ننون كفيت كودانا يجمعون ما أرى ياو ننون كفيت كودانا يجمعون مسلم مسلمون مسلم مسلمين هما فراغا نغن جمع مكسر ما جمع تكسير أكينا أيلي. أمثال رجل
جمو اجمون من رجال رجل اني راو كني فتحني اورا جمونا اورا ايل فتحم بو نودو منيا رجال ده كسرين رجل جيمنيا ف يعني ضمني اورا منيا رجال ده فتحنا ويل غارينا الف غفي كو غارين مغم انا مننا من كوتا اغتي يعني ما تغير عن بناء مفرده اي لم يبقى على اصله في مفرده اغتي عن بناء مفرده بناء يري هايدو منيا المقصود به الصيغه صيغه ني منيره يرو صرف غمنيا هي مي وليره ادغام مورني منيره اي يريدون به الوزن digamen kencende igere kencje mugombe mufroduki a kencje mugombe mufroduki kencende ngani kebe kama agane jamunga faragu yella no gondi imma shaklun karanga kingani sigirun karanga aw hurufun ma ga hurufun kuime karanga ille la no gonga keni awa igati an bina'i mufradi ay an sigha amgonga keni mani wazn waznuke ani mani وزن الحروف والحركات والسكنات انا فهم عند الصرفيين كاين جات ان بناء مول مثال لساسا صرف غمغا مون كي هاموير صرف غمغا فال عرب ني كيبي كون يغنا ملنا لي تدغامي كو ينتي على باب قتل ما غنيت على باب ضرب قبر صرف غم اللي ابتكروا يرينا هو بغاندي ننتي من ساسا دغامي سوغانونغا اون اخينتي oni kenje hoyogoy anafa ko yangana ni lenkenje na mure mure ngamma sur suri lenara na kenje te ken mure ke ken potinga ken kundu ken iriti digame goy iriti harfu goy harfu nu dan dan to yikafuma me ina digame chu kenje ku harfu ma sa sa kenya riti waznu mawzun ni garnit kebe ida waznu nyamania ida kalimanya iti فوفنا وننت كندا فاء الكلمه فيلاندي وننت كندا عين الكلمه سكاندي وننت كندا مني لام الكلمه كين فاء عين لام ان تادنا فعل فاعل فاعل اريتكوا ان دغامي سغناري اني خنجكوا جيدي غناري انا جيدي دنيا كوري انت فاعل لا اماري اذا اوتو kya idenye ke keni digamesu mufradusu aganani akenje ndengani faalai ajemu nganari na mbugu kendi onati anyajemu taksirina asa afaragu andegi mugondi aganani amufradungani faila ala wazni faila jamu faragu yella nogondi shaklun garanga ma harfen garanga onati jamu keni taksir agnaraka faula kundunyani ona misale ngo sasa ogati rajul igo ala wazn faul rajul ala wazn faul sasa ajamu ni mani rijal faragu yelanwa amari faragu yelanwa gelimine faul kalima rajul ani mani fatha فاء الكلمة أن فتحني عين الكلمة كني جيم أن ضمني لام الكلمة كني يعني سادبا إراب بجرنون أودا أجمعون بايكين أن رجال أودا ني رجال رجل أن فتحني عيل لنا كسرنا جيم أن ضمني عيل لنا فتحنا ألف قهينو غادي كن دعني فل لام اللي كني عيل إتنكي على جم تكسير أنا فهم ساسا اورا جم تكسير ني منيا اوغا تانغانا هو ما تغير اغا فراغي اغا يلي عن بناء مفرد امفرد حقيقه لسيد نغني مغومبي اغا فراغي باك كين نون شكلو كاران با ما حرف كاران با كياني جم تكسير قبر اراك يلي مغوخا اغا يلي يلي مغونو دانتانتوي مني مني يلي مغونو تومياني يلي مغونو تومياني جيري اندو نغاسي ان شكلو ندو مغونغا تمواني افو فنان نيماني زياره فقط جيري ان نيا اكامتا مفردو نغاني حقي بي حرف يوغو جيدا كام شكلو ما فراغي حرباني خبر حرف يوغو كفاي انا فهم كم مثال نيماني
onati sinu sinu kani mani mufrad ne ajamun ne mani yujma ala sinwan sinu sariki hay sukun e kasri ne nunum bay sukunu ne wawu nga hayno nga irina mani nyata na alifun ga fay ado nun jidiyam bana lodi sa sa jamu taksir ne bi ziyada taghayyara bi ziyada تغيير اللان غندي تغيير اللوت من بزيادة حرفين يعني ألف والنون سينون أجمونا سينوان ونت جمع تكسير نيان باغن جيريا نيان غندي أما تغيير غندي يعني أما فردون أفي اللاندين فراغ ينغا نيان جمع تكسير نغندي نون أوتو فراغ مغنو تمياني في اللاندين نيكان نيان بالنقص فقط تغيير نيان فراغ نيان بالنقص فقط fofana wati jidiye keri nagasien bana nyanana kon mufrod ngani lenqotim pakebe nagasien na lenqote gona ire bakay kem misale ni mani tukhama tukhamatu ani kiani mufrod nga tukhamatu ajma'un ni mania tukham ta'u kem ta'u marbuta kebe gale gurunga ede ken kutu bakay kendi kiyani mani jamu taksir nyani عيل بكا إمو فردونا يمغبي إلا يتمنى بالنقصان تي نغسيان إلا مغن كتمي سكاني نكانيا تغيير شكل فقط سيغيري كيدو بانان بين فراخ أرانيانا سيغيرو هلي أرانيانا باني سيغيري مباني فراخ ينن لو كن نقوم كم مثال نمانيا أسد أسد كن مانيا مفردونا هكي أجمعون نمانيا أسود بالدم سين أرانيانا أسود بالسكون كان من فعل كان صرفهم على التخفيف المهم أسد كان مفرد أجمعون من أسود ساسا أسد ويعني حمزة بينهم مغبان كان سين باي دال باي جمعون كان كم معي قبل فراغ يلوت مني تغيير الشكل فقط أسجرين بانان براغ باني أسد حمزة كان من jongarenga ani fatha ni jamunga arinya damma sinu ni mani fatha ni jamunga arinya damma kende koy anya misale tana namir ajamun ni mani numur aga lenqotunga ma harfunga ille sumarari khabar sigirunga ille nyari bani nunu ke bay fananga ani fatha ni jamunga aya damma nga num ميمو نكسر أني جمعنا أني دمّ نمر. إلا يكون تومي بعاني جمع تكسير يلّونا. أت أنا قتاندي نكاني زيارة فيه وتغيير شكل. يكون التغيير بزيادة والشكل معا. جيلي النار حرف يجونا كفي شكل قناع إللي إيه اللو دومي. كم مثال نماني رجل هو هذا دانك كبير رجل. رجل اجمعون نمانيا رجال جيري اللادي شكل غايل بان رجال الف بينونا مفردونا الف تنون كني جيري اللادي حرف غارا شكل غكارا كني سيغرونا الا نكندي رجل افرا نمن راو كن من فتحه جمعون رجال ف يعني راو نمن كسره جيمونا mufraduna dammanyani anyamania yani jamunga fata rijal rajul rijal misal bi hind agani man ismul mufrad ogana ajamu taksir yonati man hunud andawri ille nya sigirenga ha oke jo pare ngani kasiranye jamunga anya dammanga hu hunud nunu ni sukunu nyi anya haraka nga dammanga hunud jidien ganyano ko di wawu nga hagari hunud wawu nga amanyina misali bani kan kan sabab ajamun man asbab sinu ni man ya fatha ayle na kasiran e sukunu nga o da hamza ngara ali ajupadunga nanyile na aliful lo ana kanen ne khadi illenya misali na kunye batal abtal kusu illenya timanya bi ziyada wa shakl ma'an akara gandini mania oga jamu taksir ntunu ille nga nyana no ndile kutumi karagandini kebe naqs yakunu yani yakunu taghyir bi naqs wa taghyir ash-shakl ma'an
sakiluku kengani sigirunga ille nanya kendi naka siyen kanaradi oga dangi kebe kenni jiri yendo sigirung nyilenya kabari karagani nimani naka siye ado sakilu nyile ken misale nimani rasul ille yumani menyano kwa naka siye lari ajamu nimani rusul wawu mbayi مفردك رسول مفرد أتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعل ماذا رسول الله فاعل مرفوع على مترفو ضم أبا نغان تنبير كين مفرد قابل أجمعوني من رسول أن يجمعوا تكسيرنا عيل باكي مغندي واو مباي سينو كفال نافوت رسول جمعوا نغاوت رسول واو نغا عير باكنو نغسيل إلا نغا يعني شكل نغا كين نغا سيقر نغا را رسول فتح نني جمعنا را ونمانيا ضم إلا أنا كنا كنا هلا أتنا عن منيا إلا كبيرة جمع تكسير أي لا تمني كأنه فول لجرنا كني نقص يكون التغيير بالنقص والزيادة وتغيير الشكل ثلاثة معا إيش كيسون مني نقصينا الذي جيرينا الذي sigirun qanyille anna fam isuna menyana kon akem misale ni man gulam ajamun man gilman gulam ken man mufardun yake ajamun oti gilman aille ajamu taksir nga ille nyati manya jidiye ladi awa annan gemmanga nagashe ladi awa shakil nunga ken ni sigirunga faragh welle kun qan gulam غاؤك يعني من يا ضمة جمعنا ورا ضمة مبرا غدا من غلمان ورا كسران إلا نيا شكل نوع لا ماني من يا فتح يعني عيل ناني من يا سكون أريد من يا ميم بغري ألف بغري كي ألف أماني نوع إريتي نون خاي كي غماني نوع ألف كير نون كيسوها غري نان كفاي أنا فهم قبري فوتنا غا إذا كم كتب كانوا kengani lamu be kafun dengani alif be kafun dengani lamu kee ken kuti bakkano bani alif ke be hayno ken baydo mimu ne sasa khabari alif be hayi lamu ke battenga mufrad no ken kuti odo wori nagasengari jiriengari shaklun ghafara ami salatan karim ken mufradu ne ajamuni mania kurama karim fatahnya hay kafun gamma ajamu ngoti kurama wona damma ayle shaklun nyile كريم يا أمبينو عن كريم كرما يا أمها أدعى نغسيل جيري اللي غري أتي كرما ألف أمبين ميم بالنا فوتو يعني حمزة قها على جرنا كوا جيري يكوسو يسود مينيره شكل نيله جيري اللي نغسيله أرو غري أنعت أمير يجمع على أمراء جيري نيا غري أدو نغسيل كين ساسا الحمد لله اور جمو تكسير اور تو جمو بي اغما تو اغما كيسي امو فرودو غما كيسي ان غونغا تي شكلون كارانغا كيناني سيغرينغا ما حرفين قا اراونانا جي دي اراونانا نخاسي اراناني دو بانام بي اسو خراو مي ني نخا الحمد لله اور تو كي تو غرو تو كيتا او كيتنا غا كام بان مصنف نتيا وجمو تكسير اغاتي فتكون يعني ضمت أما ضمت فتكون للرفع في أربع مواضع ضم غنيانا رفع من دنعا دينغرا نوسيكيا تابو مانشي ففنات اسم المفرد ركنت نندعي أتي وجمع التكسير على جمع التكسير أقول تكتا أقول جمع التكسير نقص ونا كيتا كمان انتماني ضم نالوني قد يكون مقدر قد يكون ظاهرا قد يكون يعني مؤنث أو مذكر أو نحن كسوة كينو وناتي ساسا مثال لساسا جاء الرجال جاء في الماضي رجال فاعل مرفوع على مترف ضمة ظاهرة على آخره والأسارة واو الأتف أسارة معتوف على الرجال ومعتوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر بان أسارة اللي قروني مني ألف يعني جاءت الهنود جاءت فعل ماضي هنود فاعل مرفوع وعلى مترف الضمة ظاهرة على آخره
واو العطف والأزارة معطوف على هنود مرفوع ومعطوف على المرفوع مرفوع على مطرف الضمة مقدرة على آخره ساسا أرجم تكسير قط أرتو أغا يعني أعرابون يعني الضمة ضمني قد يكون يعني مقدرا قد يكون ظاهرا سواء كان مؤنث أو مذكر كان لينك الحمد لله مؤلف غركيب كنودا ورحم رحمه الله تعالى اگر كيب كنودا كي ديغان نغلونا سيغير ان شاء الله كتي كوتريتنا ونا كيب ها مدار في لو ارغ لينكي اغتي اودانا للرفع اغت اودانا يعني باب معرفه علامات الاعراب اعراب تاغمانچين انتو يمبابو نهاكي اتيل الرفع او رفع عندنا اربع علامات علامة نون نغتي تاغو منشو نغتي كون رفع عندنا ضمة عفو فنان الضمة افلان من واو اسكان من الف انغتان دي كن نون قبري ساسا غريسوكو اهارني باني بانيكو اتيفا اما ضمة اما ضمة فتكونو اكينا يانا علامة او يانا تاغو منشو لرفع رفع عندنا في اربع مواضع دنجران نغتيا عفو فنان من اسم المفرد نا وجمع التكسير أرو جمع التكسير أو يانا ضم نكوندي أركي أو تلينكي إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.